قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال أولئك هم الكافرون حقا من باب التأكيد، لأنه قد يشتبه على الإنسان أن فيهم من الإيمان ما فيهم، لأنهم لم يكذبوا بجميع الرسل، فلما أتت كلمة حقا دل على أنهم كفار ليس في قلوبهم شيء من الإيمان.